بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ، نشكر له أيضا تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة الجمعة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الجمعة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول لليهود: قل يا أيها الذين هادوا، أي لليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، لأن اليهود يقولون هذه المقالة، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يزعمون لأنفسهم هذه المنزلة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالله سبحانه وتعالى تحداهم: إن زعمتم، والزعم هو أكذب الحديث، فهم يكذبون في هذا لأنهم ليسوا بأولياء لله عز وجل ما داموا أنهم لم يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. إن زعمتم أنكم أولياء لله، أن الله يحبكم وتحبونه من دون الناس، كما زعمتم وقلتم نحن أبناء الله وأحباؤه، فتمنوا الموت، لأن الحبيب يفرح بلقاء حبيبه، فتمنوا الموت لتلقوا حبيبكم وتلقوا وليكم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من باب التحدي لهم، تمنوا الموت إن كنتم صادقين في زعمكم. ثم قال جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، يعرفون مصيرهم إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر بالله والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعرفون أن مصيرهم أسود وأنهم أهل النار، ولهذا لا يتمنون الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة والكفر بالله وبرسله. وفي آية البقرة: ولن يتمنوه أبدا
ولن يتمنوه أبدا. وثم قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين كفروا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما تعملون. ولا يتمنونه أبدا بما قدم أي بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والشرور والأعمال السيئة. يعرفون مصيرهم عند الله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فإن زعموا أنهم أولياء لله فإن هذا لا يروج على الله جل وعلا، لأنه يعلم من هم أولياؤه ومن هم أعداؤه، والله عليم بالظالمين. ثم قال جل وعلا قل أيها الرسول قل لهم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا محيد لكم عنه. أنتم تفرون منه وهو أمامكم، ومن العادة أن الذي يفر من شيء يكون وراءه وخلفه، وأما الموت فهو أمامكم يترصد لكم في المكان الذي أمره الله أن يقبض أرواحكم فيه فلا تتعدونه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وبعد الموت تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون. وإن زعمتم في الدنيا أنكم أولياء فإنه يعلم أعمالكم وما قدمتموه ويحاسبكم به ويجازيكم عليه، لا محيد لكم من هذا، فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا كله من التحدي لليهود. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يعني من يوم الجمعة، أذان صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى صلاة الجمعة ولا تتأخروا وأجيبوا داعي الله. وليس المراد بالسعي أنهم يسرعون ويركضون، لا، المراد بالسعي أنهم يذهبون إليها بالسكينة والوقار كما أمر صلى الله عليه وسلم. فاسعوا إلى ذكر الله، وهي الخطبة، خطبة الجمعة والصلاة، صلاة الجمعة ذكر لله سبحانه وتعالى. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في الأسواق وأقبلوا على الصلاة، فإن المؤمنين إذا أقبلت الصلاة وسمعوا الداعي إلى الله وسمعوا المؤذن أقفلوا محلاتهم وبيعهم وشراءهم وأجابوا دعوة الله عز وجل وذهبوا إلى المساجد لصلاة الجمعة والجماعة، كما في الآية الأخرى من سورة النور قال جل وعلا في بيوت، يعني المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ونسمع في هذه الأوقات الأخيرة أنهم ينكرون إقفال الدكاكين وترك البيع والشراء والذهاب للمسجد، وهذه الآيات ترد عليهم وتفحمهم. فالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة الجمعة والجماعة هذا شأن المسلمين وقت نزول القرآن، من وقت نزول القرآن إلى وقتنا هذا. فإذا قضيت الصلاة، يعني فرغ منها صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض، اخرجوا لطلب الرزق وابتغوا من فضل الله، يعني من التجارة وطلب الرزق، فإنه فضل من الله سبحانه وتعالى. فتجمعون بين العبادة وبين طلب الرزق كما قال جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه،
فلا مانع من التجارة وطلب الرزق والبيع والشراء، ولكن بعد أداء الفرائض، فللصلاة وقت وللطلب الرزق وقت آخر. ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا في حال خروجكم من المساجد، اذكروه في متاجركم، واذكروه في طرقاتكم، واذكروه في بيوتكم، واذكروه في كل مكان. ولهذا قال كثيرا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن من ذكر الله أفلح، يعني فاز. والفلاح هو الفوز بالظفر والحصول على الجنة. ذلكم خير. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا: نزلت هذه الآية يوم أن كانت الخطبة بعد صلاة الجمعة. كانوا يصلون الجمعة أولا ثم يخطب الخطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعد صلاة الجمعة، فسمعوا عيرا قدمت من الشام معها بضائع ومعها طعام وهم في حاجة، فذهبوا إليها وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وتركوك قائما. ثم إن الله نسخ هذا فجعل الخطبة قبل صلاة الجمعة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. إذا سمعوا، قال تعالى: وإذا سمعوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. واللهو هنا هو الغنى والطبول، لأنهم كانوا من عادتهم إذا قدمت العير يدقون الطبول فرحا بذلك، ولأجل أن ينبهوا الناس على قدوم البضائع والأرزاق. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني خرجوا إليها، وتركوك أيها الرسول قائما تخطب. قال تعالى: قل ما عند الله من الثواب ومن الجنة ومن الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ما عند الله من الرزق، وما عند الله من الجنة، وما عند الله من الخير الكثير، خير من اللهو ومن التجارة. ثم قال: والله خير الرازقين. فالرزق عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جمع الإنسان بين أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد وطلب الرزق بعد الصلاة، فإن الله يرزقه وهو خير الرازقين. نعم. جزاكم الله خيرا على تفسير هذه الآيات المباركات في أواخر سورة الجمعة. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج، وسيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة: 80 88 3 أصفار، والمفتاح 011 80 88 3 أصفار. شيخنا الفاضل، الطلاب والطالبات على أبواب الاختبارات، من نصيحة الشيخ لهم في هذا المنبر؟ نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق، وأن يؤدوا الاختبارات بنجاح، وأن يعينهم الله على ذلك. لكن نحذرهم من الغش في الإجابات، لأن الغش محرم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وطالب العلم يجب أن يكون أبعد عن الغش، لأنه قدوة، فلا يغش في امتحاناتهم، وإنما يؤدوها بالأمانة. كما نوصي المدرسين والمشرفين على الاختبارات أن يحزموا طلابهم وأن لا يتساهلوا معهم، لأن هذا من صالحهم وهذا من منافعهم. ما إذا تساهلوا معهم فقد ضروهم وربوهم على الغش. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ما هي أهمية الكلمة وأثر ذلك، وخصوصا في وقتنا الحاضر مع تواجد وسائل الاتصال كما يسمونها ونقل الأخبار وغيرها؟ نعم، الكلمة خطيرة، وكما أن فيها مصالح وفيها فوائد، لكن فيها أضرار وفيها شرور، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التحذير من الكلام قال له معاذ: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم بكل ما يسمع، وإنما يتأكد من الكلام، خصوصا في هذه الشائعات التي تروج في هذه المواقع وهذه الوسائل المعاصرة، فيها من التشويش وفيها من الإرجاف وفيها من الكذب وفيها من التحريش. عليه على المسلمين أن يتثبتوا من هذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإنسان يتثبت ولا ينشر من الكلام إلا ما فيه فائدة للمسلمين، أما ما فيه ضرر أو فيه تخويف أو فيه إرجاف أو فيه كذب فإنه لا يشيعه ولا يروجه، ومن فعل ذلك فإنه آثم. ولهذا في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ المتصل خالد من الرياض. تفضل يا خالد، وأرجو أن تسمعنا من الهاتف وتبتعد قليلا عن التلفزيون. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك يا شيخ، وأحبك في الله، الله يحفظك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم يا في ارتداد. كيف حالكم؟ اخوينا خالد ايضا في ارتداد، ابعد شوي عن التلفزيون. نعم نعم، ابعد شوي. الله يحفظك. تفضل. سؤالي للشيخ. ايه، السؤال الاول، وهو يمس كثيرا من الناس، احنا اشترينا بيوت بالتقسيط من البنوك، وكثير من الناس اشترى، ومن المواطنين اشتروا هذه البيوت، وكان من ضمن الشروط التي تعمل بها هذه الدولة جزاها الله خير هو الإعفاء عند حالة الموت ومصيبة الموت أو في حالة العجز الكلي. ونحن نرى جميعا الصندوق العقاري وتوجيهات الدولة السامية بأنه عندما يموت المتوفى يعفى، ولكن البنوك الآن بدأت للأسف بنقض هذا العهد، وكثير من البنوك بعدم الإيفاء بهذا، ويقولون أن هذا الشرط هو اختياري. وما جعلني أكلمكم يا شيخ أن لهم هيئة قانونية من المحامين وهيئة شرعية تحل لهم ما يريدون أن يحلونه وتحرم لهم ما يريدون. طيب، واضح السؤال يا شيخ. فقد دقيقة يا شيخ، فقد صادفت قبل 20 يوما امرأة وشيخ كبير عند أحد البنوك المعروفة يبكي، فسألته ماذا بك؟ قال: يريد أن يطردونني بعد أن توفى ابني الذي قصد البيت معهم. وهم يقولون في ذلك أنهم لا يشمل الأمراض المزمنة مثل السكري، موت السكري، أو ممن يموت غرقا فقد خاطر بنفسه، أي أنهم يريدون من يشري منهم منزلا
ألا يذهب ولا يتنزه ولا يسبح ولا يعمل أي شيء لكي لا يدرج تحت ذلك. واضح السؤال يا خالد. نريد توجيهكم يا شيخ بهذا الأمر، ونريد الرفع لولاة الأمر بهم. شكرا. سؤال ثاني أيضا. خلوا يجاوب الشيخ على السؤال، تفضل. يا أخي، هذا أن تقول أنكم تشترون من البنوك، هل هم من البنك العقاري ولا تأخذون سلفة من البنك العقاري، أو تشترون من البنوك بيوتا تملكها البنوك، يعني من ممتلكات البنوك تشترون منهم؟ لا، هي يا شيخ طول الله عمرك هي لملاك آخرين، لكن البنك يشريها لك وله دعايات تسويقية مثل البنوك مثلا الفرنسي والبريطاني والراشي، يقول لك كل واحد يتسابق بالعرض بالنسبة أقل وبالنسبة كذا، ونحن نعفيك في حالة الوفاة والعجز الكلي. لكن للأسف بدأنا نواجه أنهم أناس يراد منهم الآن إخلاء بيوتهم وكذا، ولهم هيئات للأسف. واضح السؤال. سمعنا السؤال يا أخي، لكن ما وضحت، هل هو شراء من البنوك بيوتا تملكها البنوك، أو هو شراء من البنك العقاري يسلفونك السلفة تعمر بها لك بيتا؟ لا هي لا تملك، نعم. نشري من شخص آخر وندخلها على البنوك عن طريق القروض العقارية الموجودة في البنوك. إذا كان هذه البيوت مشرية من البنوك وشرطوا عليكم هذا، فالمسلمون على شروطهم، فإذا أنهم أخلوا بالشروط عندكم المحاكم الشرعية تشتكونهم وتنصفكم منهم. أما إذا كان هذا من البنك العقاري، يعني الذين تصرفوا هذا التصرف من الموظفين في البنك العقاري، فعليكم أن ترفعوا الشكاية لولاة الأمور الذين جعلوا هذا البنك لصالح المسلمين ويعفونه إذا مات. نعم. طيب. بل هي من البنوك التجارية الموجودة في البلد أمثال الراجحي والبريطاني وكذا. هذه يا أخي، يا أخي هذه ما يسري عليها نظام البنك العقاري الذي أسسته الحكومة. نعم. أحسن الله إليكم، نكتفي بهذا السؤال يا خالد، شكرا لك. ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي ما كان من كلام الله عز وجل يرويه رسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث النبوي ما كان، فالحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه وحيا من الله والكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل المصائب في الأموال والأولاد تكون من غضب الله على الفرد؟ المصائب تكون عقوبة وتكون تكفيرا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، تكون عقوبة وتكون تكفيرا وتكون لرفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. السائلة تقول: الشيخ، ما حكم ما يسمى بقراءة حظك هذا اليوم؟ هذا باطل، وهذا من ادعاء علم الغيب، من قراءة الكف وقراءة الطالع والنجوم، وهذا من ادعاء علم الغيب، وهو كفر بالله عز وجل، من نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما المقصود بالتغني بالقرآن، هل هو الترتيل؟ المقصود بالتغني بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن وأداء القرآن على الوجه الذي يفيد القارئ والمستمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة يا شيخ للمس الشريط المسجل عليه قرآن، ما حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر، وما حكم لمس الشريط المسجل عليه القرآن؟
لا بأس بذلك، لأن الشريط ليس بمصحف الذي يحرم مسه للمحدث مباشرة، هذا هو المصحف الشريف. وأما الشريط الذي فيه صوت مسجل فيه صوت القارئ فهذا لا يأخذ حكم المصحف. نعم. يقول السائل: شيخ، سمعت بأن هناك صلاة تسمى صلاة الهدية تنفع الميت في قبره، ما صحة هذا القول؟ لا، هذا القول لا صحة له ولا دليل عليه. الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، ولا تهدى للأموات، إنما الذي يهدى للأموات ما جاء به الدليل، وهو الاستغفار لهم والدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم، هذا الذي وردت به الأدلة أنه يصل بإذن الله إذا تقبله الله إلى الأموات. وأما ما عدا ذلك فلا دليل عليه، والله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن تستثنى هذه الأشياء لورود الدليل بها. نعم. أبو عبد الله يقول: يا شيخ، بالنسبة لإمام المسجد، هل له أن يترك المسجد أو الإمامة أو الأذان بالنسبة للمؤذن من أجل أن يقضي 5 أيام لأخذ عمرة والجلوس في مكة؟ نعم، إذا أناب عنه من تبرأ به الذمة، إذا أناب عنه من يصلي بالناس ممن تبرأ بهم الذمة ويصلح للإمامة فلا حرج في ذلك. ولكن في نظام عند وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد أنه لا بد أن يأخذ الإذن من تلك الإدارة، إدارة شؤون المساجد، إذا أراد أن يسافر. نعم. عبد العزيز من الرياض، تفضل عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم الله بخير. حياك الله. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك شيخنا. عندي سؤالين الله يعطيك العافية. السؤال الأول: السنن في السفر، يعني أنا الوالدة الآن خارج المملكة وتصلي السنن، هل السنن تسقط عليها ولا ما عندها إشكالية أنها تصلي السنن؟ طيب، يجاوب الشيخ. هل الوالدة أو الوالد في الخارج، هل هو مقيم ولا يبي يرجع ولا يقيم إلا 4 أيام فأقل، أو يبي يقيم إقامة طويلة؟ جالس نعم. إخوانها ووالدها وخواتها تبقى 3 أسابيع وراجع إن شاء الله. إذا كانت تنوي إقامة أكثر من 4 أيام فإنها تصلي صلاة مقيم ولا تصلي صلاة مسافر، وتأتي بالرواتب أيضا. نعم. السؤال الثاني عبد العزيز: الوالدة تصوم يوم ورا يوم، هل صيام اليوم يوم بعد يوم كذلك تمشي معها، ولا في السفر توقف الصيام يوم ورا يوم؟ يا أخي، صوم يوم وإفطار يوم هذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهي تعمل بالسنة، ونسأل الله أن يتقبل منا هو منها. نعم. شكرا يا عبد العزيز. وصلنا هذا السؤال، يقول فيه السائل: سمعت بأن شخصا مريضا يا شيخ في قريتنا التي نسكن فيها، عندما ازداد به المرض ذهبوا به إلى الطبيب المعالج، الطبيب أخبر أصحاب هذا المريض بأنه سوف يموت بعد أيام، هل توقع وفاة المريض من ادعاء علم الغيب؟ لا، هو إن كان يحدد هذا فهو ما يجوز، أما إن كان يتوقع أنه سيموت نظرا إلى أن المرض خطير وأنه يعني لا يرجى له شفاء، من باب التوقع لا من باب الجزم. الجزم لا يجوز، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم الآجال إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. تفضل يا صلاح من تبوك معنا على الخط. صلاح، تفضل. طيب، انقطع الخط. فضيلة الشيخ، الغش في البيع والشراء وخصوصا في معارض السيارات يا فضيلة الشيخ، والتدليس والنجش، ما النصيحة لهم؟
كل هذه محرمات ولا تجوز، لا يجوز الغش، من غشنا فليس منا، ومن علم في السلعة عيبا وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه، وكذلك النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما ليرفعها على الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا، لأن هذا فيه إضرار بالمسلمين. نعم. والسؤال والثالث. نعم فضيلة الشيخ، يقول نريد نصيحة لهؤلاء الذين يعني يغشون في البيع والشراء. الثالث اللي قلت، أنت قلت ثلاثة أشياء، الغش والنجش، والثالث التدليس. التدليس وهو ستر عيوب السلع، التدليس هو ستر عيوب السلع وإظهارها بالمظهر الجيد وهي ليست كذلك، هذا هو التدليس، وهذا حرام، يجب على البيع في على الذين يبيعون ويشترون الصدق وبيان الحقائق للناس. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال من سوداني مقيم بالرياض، يقول بالنسبة لرفع الصوت بالدعاء للميت عند القبر والباقي يؤمنون على دعائه. هذا لم يرد، أما أنه يدعو للميت بدون دعاء جماعي أو تأمين جماعي هذا سنة، إذا زار الميت وسلم عليه أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، وكل يدعو له ولا يدعون بصوت جماعي أو يدعو واحد والبقية يؤمنون على ذلك، لأن هذا شيء لم يرد، لكن كل واحد يدعو للميت بمفرده. نعم. تفضل يا محمد من الرياض. محمد تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، إذا جيت لصلاة الجمعة في التشهد الأخير أو قبل التشهد الأخير، هل أقضي صلاة الجمعة ركعتين أو أصليها ظهرا أربع ركعات؟ طيب يجاوب الشيخ. لا يا أخي، إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية وجئت بعد ذلك فاتتك الجمعة، فتدخل معه بنية الظهر إن كان دخل وقت الظهر، فإذا سلم تقوم وتأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. نعم. السؤال الثاني محمد. السؤال الثاني يا شيخ، نحن الحين على مدخل السنة الميلادية الجديدة، نحن للأسف نشاهد بعض المسلمين يحتفلون برأس السنة الميلادية، لو يعني لو تبين لنا يا شيخ حكم الاحتفال ب السنة الميلادية الجديدة أو ما يسمى بعيد ميلاد المسيح. طيب. لا يجوز الاحتفال بالسنة الهجرية ولا السنة الميلادية، والاحتفال بالميلاد المسيح هذه من أفعال النصارى، هو بدعة وفيه تشبه، بدعة لأنه لا يجوز الاحتفال بالمواليد، لا مواليد الأنبياء ولا غيرهم، وتشبه بالنصارى، قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم. مسألة في الطهارة، يقول السائل فضلات الأغنام هل تؤثر على طهارة الملابس وطهارة الجسم، أم يجوز للإنسان أن يصلي وإن أصابه شيء من ذلك حفظكم الله؟ فضلات الأغنام طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فالغنم طاهرة، بولها وروثها طاهر، لا حرج في ذلك، ولا ينجس ما أصابه من الثياب أو غيرها. نعم. الأخت السائلة تقول ماتت أختي في العشرين من عمرها، وكانت الحقيقة صديقة وملازمة لي، وهي ولله الحمد من أهل الخير، ما العمل الصالح الذي أريد أن أبرها فيه ويصلها مأجوري؟ نعم، الدعاء لها والاستغفار لها، الصدقة عنها، الحج والعمرة عنها، كل هذا إذا تقبله الله فإنه يصل ثوابه إليها، الأضحية عنها أيضا لأنها قربة إلى الله عز وجل وفيها فضل عظيم وفيها صدقة بلحومها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بسؤاله بالفاكس، الشخص عندما يقوم بالعمل الصالح
لكن يا شيخ يحب أن يتطلع إلى ثناء الناس عليه بعد العمل، هل هذا يقدح في عمله علما بأنه أثناء العمل لم يقصد إلا رضا الله عز وجل؟ نعم، هذا الرياء، من أحب أن يثني الناس عليه بعبادته وصلاته وصدقته فهذا هو الربا، وهذا يبطل العمل، الرياء يبطل العمل. فعلى المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل وأن لا يقصد مدح الناس أو نظرهم إليه. نعم، تفضل يا أبو صالح معنا على الخط. أبو صالح معنا، تفضل أبو صالح. أحسن الله إليكم معنا. طيب، إذا هم الإنسان يا شيخ بأمرين، فهل لكل أمر صلاة استخارة أو يجزي أن يصلي صلاة واحدة؟ وأيضا الأعمال الشرعية والأمور الشرعية هل لي أن أستخير فيها؟ إذا هم بشيئين، إن كان هم بهما جميعا فتكفي صلاة واحدة، صلي ركعتين للأمرين أو للأمور ما دام أنه هم بها جميعا. أما إذا هم بكل واحد على حدة متفرقة فيصلي لكل واحد صلاة الاستخارة إذا أراد. نعم، أحسن الله إليكم. الأمور الشرعية هل فيها استخارة يا شيخ؟ أما الأمور التي المصلحة فيها ظاهرة وهي أمور شرعية أو أمور غير شرعية لكن المصلحة فيها ظاهرة فلا حاجة إلى الاستخارة. نعم، جزاكم الله خير. الأخت أم سلمة تذكر بأن والدتها يا شيخ أفطرت في رمضان لمرض أصابها، استمر معها هذا الظرف الصحي حتى دخل رمضان الثاني، ماذا نعمل تقول؟ نعم، تصوم رمضان الجديد، تصوم رمضان الجديد وتؤجل القضاء من رمضان الماضي حتى تستطيع بعد رمضان وتقضيه، ولا شيء عليها لأنها أخرته لعذر، فليس عليها إلا القضاء بعد رمضان، بعد صيام رمضان الحاضر. نعم، تفضل يا أخي عبد الله من جدة معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير إن شاء الله. تفضل. عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظكم. السؤال الأول. السؤال الأول، صليت الوتر بعد شروق الشمس، نسيت وصليت بعد شروق الشمس. طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم. أعيد السؤال وارفع صوتك لو سمحت. أول صليت صلاة الوتر. نعم. بعد شروق الشمس. صلاة الوتر تنتهي بطلوع الفجر، لكن تقضيها يستحب أن تقضيها في النهار مشفوعة، ليست على شكل الوتر وإنما تقضيها مشفوعة، فإذا كنت توتر بثلاث فإنك تجعلها أربع بسلامين، إذا كنت توتر بخمس تجعلها ستا بثلاث تسليمات وهكذا. نعم. السؤال الثاني يا محمد عبد الله. إذا كان خمسة خليها ست تسليمات كيف الشيخ؟ نعم. إذا صليت خمس كما خليها ست؟ صليها ست بثلاث تسليمات. السؤال الثاني يا عبد الله. السؤال الثاني، إذا اغتابني أحد وسامحته ما هو الأجر لي يا شيخ؟ نعم، من عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. السؤال الثالث والأخير. كفارة السب والشتم ما هو يا شيخ؟ استغفار، تستغفر، وإذا كان أمكن أنك تعتذر من الذي أوقعت عليه السب والشتم، تعتذر منه وتطلب منه المسامحة، فهذا أتم وأحسن. نعم، شكرا لك عبد الله. الأخت أم عبد الله تقول: أسكن أنا وابني في جدة وهو محرم لي عند ذهابنا إلى العمرة، من أين نحرم يا فضيلة الشيخ إذا أردنا تكرار العمرة؟ تعيد السؤال. هم من أهل جدة، تقول: معي ابني في العشرين، إذا أردنا العمرة من أين نحرم؟ تحرمهم من مسكنكم في جدة، هي ميقاتكم. نعم، تفضل يا حسن من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ الله يرضى عليك. طيب يا حسن بس ابعد شوي عن التلفزيون واقصر اسمعنا من الهاتف. يلا. يلا. حياك الله. تفضل تفضل يا حسن. أنا عندي بنت عمرها 34 سنة معاقة من ولادتها. وحالتها سيئة جدا يعني على السرير مطروحة على الأرض على السرير. نوضيها وتصلي الظهر والعصر مع بعض والعشاء والمغرب مع بعض. وتتجه للقبلة برأسها فقط لأنها ما تقدر تتحرك لا يمين ولا شمال. هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم إذا كانت معذورة ما تستطيع أنها تذهب وتتوضأ من محل الوضوء فتتيمم في مكانها بالتراب والحمد لله وتجمع بين الصلاتين إذا احتاجت إلى الجمع لأنها معذورة ومحتاجة إلى هذا. وأما استقبال القبلة فإذا كانت تستطيع أن تكون على جنبها الأيمن تستقبل القبلة فهذا هو الواجب. إذا لم تستطع تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة تكون رجلاها إلى القبلة ومستلقية. نعم الحمد لله. السؤال الثاني يا حسن. السؤال الثاني إذا لبست الشراب على طهارة. طيب نعم. وأردت أني أغير الشراب ما أدري كيف وهو من شقين برضو إذا لبست على طهارة ولا وسافر نقض وضوء وأردت أن نغيره والثاني إذا مني نقص الوضوء وأردت أن نغيره كيف الطريقة فيها؟ طيب شكرا. يا أخي من شرط المسح استمرار الممسوح عليه من جوارب أو من خفاف وما في حكمها استمراره معك إلى يوم وليلة إن كنت مقيما أو ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا فإذا خلعته فإنه ينتهي المسح. لا بد إذا لبسته أن تبدأ من جديد تبدأ المدة من جديد. نعم. طيب نأخذ أيضا أحمد من الطائف. تفضل أخي أحمد. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. أنا عندي سؤال طال عمرك فيها زوجتي عندها ألم في بطنها وعندها العيون حقها برا في ألم وهي رايحة تبغى أوديها عند الشيخ وهي مترددة. نعم. توديها للرقية يعني أيوه الرقية. إيه لازم تكون تعرف هذا الذي يرقي هل هو يرقي على السنة وهل هو عنده خبرة بالرقية وتذهب إليه موثوق في عقيدته تذهب إليه. أما إذا كنت لا تعرفه ولا تدري عنه فلا تذهب إليه حتى تتحقق من حالته إلا إذا كان الناس يعرفونه ويثقون به الأخيار يثقون به الحمد لله. وأما المجهول فلا تذهب إليه حتى تتحقق منه. نعم أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ نزل من أختي قطعة وكانت حامل وأصابها نزيف دم. الصلاة في هذه الحالة يا فضيلة الشيخ كيف تكون؟ هل هي استحاضة أو حيض؟ هذه استشار فيها الطبيب أو الطبيبة. ولكن إذا كان الحمل نزل بعد مدة 81 يوم فإنه يكون وفيه دم فإنه يكون نفاسا تترك من أجله الصلاة. أما إذا نزل قبل 81 يوم فإنه يكون نزيفا لا يمنع الصلاة بل تجب الصلاة على المرأة. نعم محمد من أبها. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام الله. الله إليك يا صاحب الفضيلة الشيخ صالح وزان ونشهد الله على محبتك ونسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته. آمين. وبارك الله في الأخ عبد الكريم الله يكتب أجره. جزاك الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول الشيخ كم هو المبلغ بالريال السعودي الذي يجي فيه الزكاة؟ لأن بعض الناس يكون عنده مبالغ يحول عليها الحول ولا يعلم كم أقل مبلغ تجي فيه الزكاة. طيب يجاوب الشيخ. أقل مبلغ تجي فيه الزكاة 56 ريال
سعودي بالفضة أو ما يعادلها من صرف من الورق النقدي، من صرف الورق النقدي ما يعادل 56 ريال فضة سعودي، فما يعادلها من الورق النقدي هو أقل ما تجب فيه الزكاة. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، كثر تكسير الحضور لصلاة الفجر، وخاصة أن أولياء الأمور لا ينبهون أبنائهم على الحضور، فنريد نصيحة منكم شيخ. نعم، نحن ننصحهم وأنت تنصحهم، من علمت أنه يهمل أولاده ويتساهل معهم فانصحه وقل له لا يجوز لك تتركهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، فأنت راع عليهم وأنت مربي لهم ولا تتهاون معهم أبدا، واصبر على ذلك لك الأجر في هذا. نعم. السؤال الأخير. الشيخ جزاك الله خير، في بعض الدعاء يقول أن بعض العلماء وهيئة كبار العلماء لم يشاركوا بأصواتهم تجاه إخواننا في سوريا ولم يقفوا معهم، وإنما الدعاء قالوا كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، نريد توجيه في من يزهدون في العلماء يا شيخ. التوجيه أنك تتركهم، ذنبهم عليهم ما عليك منهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول ما حكم من يدعي علم الغيب وما موقف المسلم منه؟ الذي يدعي علم الغيب كافر، من نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب لله عز وجل، قل إنما الغيب لله، ولكنه يطلع رسله على ما يشاء لأجل إقامة الحجة على العباد. نعم. طيب ناخذ محمد من الجوف، تفضل يا محمد. محمد تفضل. طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول ما موقف المسلم من الاختلاف في المسائل الفقهية وما حكم تتبع الرخص؟ إذا كان المسلم عنده علم بالراجح والمرجوح بالدليل فإنه يجب عليه أن يأخذ بما ترجح بالدليل، إن لم يكن عنده علم فإنه يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما أفتوه به فإنه يمشي عليه، لكن لا يستفتي إلا من يثق بدينه وبعلمه، فإذا أفتاه فإنه يأخذ بفتواه. ولا تتبع الرخص الشرعية التي رخص الله بها مثل القصر، الصلاة في السفر، والجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض، وفي حالة المطر بين المغرب والعشاء، هذه رخص شرعية وفعلها أحب إلى الله من تركها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما الرخص اللي يقولون أن أقوال العلماء رخص، هذا غلط، ما هي برخص هذه، هذه ينظر فيها، فما كان له دليل يؤخذ به، وما لم يكن له دليل فإنه يترك. نعم. أحسن الله إليكم، وردنا هذا الفاكس به مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، هناك مسجد يصلى فيه الجمعة إلا أن الذين يصلون في خلوة المسجد يا شيخ يتقدمون على إمامهم، هل تصح الصلاة؟ لا يجوز لهم أن يتقدموا على إمامهم، إذا تحققوا أنهم تقدموا على إمامهم فلا تصح صلاتهم. نعم. نأخذ يوسف من الجوف، تفضل يا يوسف. يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ كان قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل نعم في كتاب المك... هي مقصود فيها الوضوء؟ طيب شكرا. نعم، الآية في الملائكة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وأما المصاحف التي بأيدينا
فهذه لا يمسها إلا طاهر، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا يا يوسف. إذا صلى يقول السائل ثلاثة أشخاص جماعة، فلما قاموا إلى الركعة الثانية انصرف اثنان منهم لعارض مرض لهم، فهل تحسب لمن بقي وهو الثالث أجر الجماعة؟ نعم، إذا صلوا في الأول جماعة ثم عرض عارض اقتضى أن ينصرف بعضهم فإن له ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول السائل يا شيخ، شخص حج العام الماضي متمتعا هو وأولاده الثلاثة الصغار، لكنه لا يستطيع ذبح الهدي لهم لقلة ذات اليد، فهل يصوم عنهم وجوبا أو لا يلزمه نحو الأولاد شيء؟ يلزمه الصيام عنهم، إذا كانوا لا يطيقون الصيام فإنه يلزمه، وهو لا يطيق أن يفدي عنهم فإنه يلزمه أن يصوم عنهم عن كل واحد 10 أيام عن فدية التمتع. نعم. وردنا هذا السؤال، يقول السائل فيه شيخ، ما الحكم في من قطع فريضة الصيام وسافر لفعل سنة كالإتيان بعمرة في رمضان، هل يجوز له ذلك؟ إذا سافر فالمسافر يجوز له الإفطار، إذا سافر للعمرة فإنه يفطر، لأن الله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمسافر له رخصة أن يفطر ويقضي من أيام أخر للعمرة أو لغيرها. نعم. تفضل يا حسن من خميس مشيط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ طال تفضل عمرك. تفضل. طال عمرك، مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. عندي سؤال طال عمرك. تفضل. أنا ذهبت لا ينبع، وعند العودة نويت العمرة، ولكن تعديت ميقات ينبع ولم أحرم إلا من الخير الكبير، فما الحكم طال عمرك؟ تعيد السؤال. أعد السؤال يا حسن. ذهبت إلى ينبع ونويت العمرة عند العودة، ولكن لم أحرم من ميقات ينبع، نسيت أن أحرم من ميقات ينبع ولم أحرم إلا من الخير الكبير في الطائف. لا يلزمك الإحرام من ميقات ينبع، إذا كنت نويت العمرة قبل المرور به أو عند المرور به يلزمك الإحرام من ميقات ينبع الذي مررت عليه وأنت تنوي العمرة، فإذا تعديته وأحرمت في مكان غيره فعليك الفدية، عمرك صحيحة ولكن عليك الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم. أيضا نأخذ أبو عبد الرحمن من ينبع. تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. أرفع صوتك شوي أبو عبد الرحمن. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بس لو سمحت، الوالد أوصى 5 ماله وبعد ذلك توفي، قبل توفى أوقف العمارة للضعيف من أبنائه، يعني هل هذا الوقت أجرات الوقت؟ والله يا أخي الوصايا والأوقاف تراجع فيها المحكمة، تراجع فيها المحكمة وتمشي على ما يأمرك به القاضي. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا الأخ سلطان يقول، هل ترون يا فضيلة الشيخ بأن نأمر الصبي دون 15 بالصيام؟ نعم، تأمرونه إذا كان دون البلوغ تأمرونه أمر استحباب، أما إذا بلغ ف
فإنه يؤمر يجب عليه الصيام ويلزم بالصيام إذا بلغ. والبلوغ ليس مقتصرا على 15، يكون البلوغ بالاحتلام، يكون البلوغ بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل وإنبات الشارب، له علامات البلوغ، له علامات غير السن. نعم أحسن الله إليكم. أخت سائلة أيضا أرسلت لفضيلتكم هذا السؤال، تقول امرأة حامل ولديها بنت عمرها 1 سنة و4 أشهر ولا تزال تقوم بإرضاعها، هل يضر هذا يا شيخ بالمولود الجديد؟ وهل يخاف من ضرر بالمولود مع تغير الهرمونات؟ الحمد لله الآن فيه رضاع من غير الثدي، فيه رضاع من الحليب المجفف أو الحليب الصحي المعروف، فإذا كانت تخشى عليه الضرر من حليبها فإنها ترضعها من غيره، تنتهي المشكلة والحمد لله. نعم تفضل يا عبد الله من المزاحمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ارفع صوتك عبد الله شوي. الله عمرك على الطاعة. أولا السؤال الأول، القراءة الجماعية في الماء أو الزيت وبيعه على الناس هل تجوز أو لا؟ طيب يجاوب الشيخ. الذي يريد الرقية يذهب إلى الراقي وينفث عليه مباشرة، وإذا قرأ في ماء وسقاه إياه فهذا أيضا من الرقية، وهذا ورد به الدليل أيضا، سواء قراءة جماعية يعني قرأ أكثر من واحد أو قرأ فيه شخص واحد كله سواء. نعم السؤال الثاني عبد الله، يعني وهو ينويه أنه لفلان، أو الماء وهو ينويه أنه لفلان، هذا اللي يجوز؟ ما يخالف، إذا قرأ فيه ينفع فلان وينفع غيره بإذن الله. نعم القول في الدعاء إذا منه دعا مثلا قال الله يوفقك الله يجزاك خير ثم ختم في الأخير قال يا رب. نعم هذا زيادة دعاء أن يستجيب الله هذا الدعاء. نعم طيب طول الله عمرك على الطاعة، في الاختبارات إذا أخبر المعلمين الطلاب بالإجابات في أثناء الاختبار هذا غش، ويجب أنه يمنع وأنه يؤدب هذا الذي أخبر الطلاب بهذا، هذا غش ولا يصلح أنه يعلمهم. طيب نعم. أنا طال عمرك إذا سمعت الإجابة وأنا ما يعني ما لي أي نية في الغش، أن تكتب ما تعرف، اكتب ما تعرف في ذاكرتك وبلغ عن هذا الذي يغشش الطلاب، بلغ عنه لا تسكت عنه، لأن هذا منكر يجب إنكاره، الله يجزاك ترى فيه ارتداد. طيب شكرا يا أخي عبد الله من المزاحمية. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ عن الرجاء والخوف، كيف يكون المسلم بين هذا وهذا؟ يعني لا يرجح جانبا على جانب، يكون بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر يقولون، إلا إذا عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم نأخذ عبد الرحمن من عسير، تفضل عبد الرحمن. ارفع صوتك عبد الرحمن. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي أنا عندنا مسجد يبعد عن الحي حقنا تقريبا 700 متر، وأنا كنت مقيم المسجد هذا لكني محتسب بدون أن مرتب، فاحتجنا إلى مسجد الحي حقنا المسجد عندنا هذا، فهل علي شيء يعني المسجد هذا بعدي يمكن ما عاد يصلي ناس فيه يعني الا لان هذا القريب المسجد هذا اللي بنسويه ويخدم الحي اللي حولي، هل علي شيء يعني لان المسجد هذا بعد 700 متر؟ يا اخي اذا سمعت الاذان ترى فيه ارتداد. طيب نكتفي بسؤاله. نعم اذا سمعت الاذان وهو قريب منك فإنه يجب عليك الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. نعم طيب
ناخذ ايضا احمد من تبوك. تفضل يا احمد. احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ تفضل. نعم. الشيخ، عندنا سؤالين. في اخوي سوى حادث في اليمن. نعم. وكان كثير معده وقفه في الخط. وبعدين هو جاء وفي سياره جايه من هناك فيها نور عالي وخشوا تحت المعده. وبعدين توفى هو اللي معه. نعم، هذا يحتاج الى تقرير المرور. ايش قرر المرور على هذا الحادث؟ فإن قرروا أنه مدان في الحادث ولو 1%، فإنه يكون عليه الدية والكفارة للأموات الذين ماتوا معه. نعم. طيب، السؤال الثاني. صاحب المعدة اللي وقف في الخط أنا بليل كان. هذا يحتاج إلى تقرير المرور. طيب، نعم، نكتفي بهذا. وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ من أم عبد الله، تذكر في سؤالها بأن أختها ترددت على السحرة والكهان والمنجمين لطلب عمل. تقول هي صاحبة عمل صالح، هل هذا يخل بعقيدتها؟ وما حكم الشرع في نظركم حول تردد الناس على السحرة والكهان؟ لا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان لأنهم بطلة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لها، ولكن عليها التوبة إلى الله وعدم تكرار هذا العمل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رجل يتلو القرآن ولكن بصورة غير سليمة، ورددت عليه أكثر من مرة، بماذا توجهون مثل هذا والحال ما ذكر؟ نوجه بأن عليه أن يتعلم القرآن على المقرئين إذا أمكن، وإذا لم يمكن فإنه يقرأ القرآن على حسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لا يترك قراءة القرآن، يقرأ على حسب استطاعته، وإذا وجد من يعدل قراءته ويتعلم عليه القراءة الصحيحة فإنه يجب عليه ذلك. نعم. تفضل يا ناصر من أبها معنا على الخط. ناصر. طيب، هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ فبعض الناس يا فضيلة الشيخ لا يأخذ بالأسباب، وبعضهم يتركها، يقوم بتركها ويقول بأنني متوكل على الله. لا يجوز هذا، لا بد من الجمع بين فعل الأسباب المباحة مع التوكل على الله. فلا يقتصر على التوكل ويترك السبب، ولا يقتصر على السبب ويترك التوكل، لا بد من الجمع بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يتخذ الأسباب ويستعمل الأسباب، يلبس الدروع في الحرب، وكذلك يعد العدة للعدو، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالأخذ بالأسباب المباحة هذا من الشرع. نعم. تركي من تبوك معنا على الخط، تفضل يا تركي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. بس يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. ألو. نعم. تفضل نسمعك يا ترى. السؤال، أنا عندي سيارة، فأعطيتها واحد وأعطاني سيارة وزودته بالتقسيط، هل فيها شيء؟ نعم. أعد السؤال. نعم. تركي. أنا عندي سيارة وأعطيتها واحد وأخذت منه سيارة ثانية، فبقي مبلغ فأعطيتها تقسيط، يعني كل شهر 1000. لا بأس بهذا. السيارة بسيارة، بيع سيارة بسيارة، أو سيارة وزيادة فلوس لأن إحدى السيارتين فيها نقص، لا بأس بذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم. أحسن الله إليكم. بقي علينا نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول فيه السائل: كيف كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ نعم، لأنها نفي وإثبات، نفي لجميع الآلهة غير الله وإثبات الألوهية لله عز وجل، فهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي مفتاح الجنة كما جاء في الأحاديث، فهي كلمة عظيمة بلا شك. نعم. فقرته الأخيرة يقول فيها: إذا دعا الإنسان ولم يستجب له ماذا يعمل؟ هل هذا في نفسه شيء؟ يكرر الدعاء ولا ييأس من الإجابة، يكرر الدعاء ولا ييأس من الإجابة، وعليه أيضا أن يحسن الظن بالله، وعليه إذا كان يستعمل الطعام المحرم أو المكاسب المحرمة أن يتوب إلى الله منها، لأن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. استفدنا من توجيهاتكم وتفسيركم للآيات المباركات وهذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ورفع ذكركم في الدارين. أشكر إخواني وزملائي في مكتبة الشيخ يزيد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد الذين هيئوا هذا اللقاء مع الشيخ، كما أشكر الشكر موصول لزملائي في استوديو الرياض بقية الفنيين والعاملين معي، وهذا مخرج هذه الحلقة ناصر البقمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.